Actions speak louder than words. الأفعال تتكلم بصوت أعلى من الكلمات. To go the extra mile يعني أن تقوم بأكثر مما هو ضروري أو متوقع منك من أجل تحقيق هدف معين. For example, in order to do what nobody else could, you must be prepared to go the extra mile. See eye to eye يعني الاتفاق مع شخص ما على أمر معين، أو بكلمات أخرى رؤية الأمور بنفس الطريقة كما يراها شخص آخر. To blow smoke يعني أن ينفخ الدخان، أما المقصود به فهو تضليل أو إرباك أحدهم من خلال قول أشياء غير حقيقية لخداعه. تاني هذه الجملة حرفيا مرة كل غمر أزرق، جملة غريبة لا معني لها، لكنها تستخدم في الواقع للتعبير عن الأمور نادرة الحدوث، ويمكن ترجمتها بشكل صحيح في كلمة واحدة فقط في اللغة العربية نادرة. It takes two to tango كما يقال في اللغة العربية يد واحدة لا تصفق. To pull a rabbit out of the hat يعني القيام بشيء غير متوقع كان يعتقد المستحيل في موقف معين. To blow someone away المعنى الحرفي لهذا المصطلح الإنجليزي هو أن تفجر أحد، ولكن ليس هذا المقصود على الإطلاق. في الواقع تستخدم هذه الجملة للتعبير عن إثارة إعجاب أحدهم وإدهاشه بتصرف أو عمل معين. Thank you for watching my video student. If you like it, don't forget to subscribe to my channel. Bye.